كلام الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام عليهم الصلاة والسلام نموذجا وقاعدة للانطلاق العملي في المجتمع. والقرآن الكريم والرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام جميعا يؤكدون على لزوم الأخلاق ودور الأخلاق الفاضلة في إرساء قواعد التعايش في صفوف المجتمع، لأنه في كثير من الأحيان ترك القواعد الأخلاقية سواء كانت أخلاق فردية أو أخلاق اجتماعية تسبب المشاكل في المجتمع، وهذه المشاكل تؤدي إلى حالة عدم التعايش في صفوف المجتمع. فالإسلام يأمرنا بمراعاة الأخلاق حتى مع غير المسلمين، ومراعاة الأخلاق الفاضلة حتى مع غير المسلمين، هذا يكون سبباً لتعايش المجتمع، ومن ثم تأثير القيم الإسلامية على غير المسلمين. إذا هناك قيمة سامية ولكن الذي يحمل هذه القيمة السامية لا يتمكن من عرضها بشكل صحيح في أسلوبه، فإن هذه القيمة لا ينظر إليها كثيرا من الأحيان الناس، وإنما ينظرون إلى حامل هذه القيمة، فأسلوبه السيء وتصرفه السيء قد يكون حاجزا ومانعا من نظر الناس إلى القيمة التي يحملها. نحن إذا وجدنا إنسانا، هذا الإنسان ذو أخلاق عالية وذو أخلاق رفيعة، فإننا نحس بأن قلوبنا تميل إليه، فنفتح قلوبنا إليه ونستمع إلى كلامه. ولكن إذا كانت أخلاقه سيئة فإننا نحس بأن قلوبنا تنفر منه، وإذا نفرت القلوب منه أغلقت تلك القلوب عادة عن السماع وعن التأمل في الكلام الذي يفوه به والذي يصدر منه. فبناء على ذلك المجتمع المسلم ينبغي عليه أن يراعي الأخلاق الفاضلة، وحتى إذا كان هناك طائفة من المجتمع ترى أنها على حق وأن الآخرين على خطأ، فإن أسلوب التشدد وأسلوب عدم مراعاة المجتمع والتكلم العنيف مع المجتمع، ولا سمح الله إذا وصل إلى حد تسقيط المجتمع أو سب المجتمع، سيسبب أن هذه الفئة تفقد تأثيرها في المجتمع، ويحدث هناك حاجز نفسي بين هذه الفئة وبين المجتمع. إذا نحن كنا نتصور أننا على حق وأن الأشخاص الآخرين ليسوا على حق، فإنه إذا أردنا أن نوصل هذا الحق إليهم ليس طريقته التشنج والتشدد والشتم والسب وأمثال ذلك، وإنما طريقته أن نتحلى بالأخلاق الفاضلة. عبر تلك الأخلاق الفاضلة نتمكن من النفوذ في قلوب الناس. فإذا جميع طوائف المجتمع الإسلامي راعت هذه المسألة لحدث هناك حالة من الوئام والانسجام في المجتمع، مما يؤدي إلى التعايش الإيجابي في صفوف المجتمع.